دور المغرب مزيان احسن من المغرب ما كاينش مزيان يعني هذا العام عام خير يعني و وعندنا العيد هذا العام يعني كل شيء غادي يعيد عيد يعني رخيص هذا العام موفر لا نعيدوا في المغرب ضروري كل عام كان عايدوا في المغرب نحن من سوريا ومقيمين هنا في المغرب دايما اتمنى هذا العام رخيص هذا العام كان رخيص يعني هذا العام رخيص ارخص شيء هذا العام مزيان تمن المناسب يعني فلاح هو اللي مكرفس هذا العام يعني ولي انا والله اسمي شكري انا من سوريا وجينا ناخذ ضروري جينا العيد ندي وداك الشيء رخيص مزيان رخيص وفلاح مكرفس شويه العام شويه غير الفلاح يعني مكرفس شويه وصافي يعني بالنسبه للاتمينه نحن العيد يعني معيدين هذا العام هو احسن عام يعني رخيص بزاف جوده لا جوده كاينه جوده مزيانه جوده مزيانه يعني هذا قلت لي بشحال هذا 46 هذاك العام شحال كان داير هذاك العام كان داير 70000 هذا العام 46 فلاح واخر شعري فلاح مكرفس والله الا مكرفس والله الناس ديال المغرب شعب مزيان والله العظيم يعني بلا شو سميتو عايشين معاهم حال بحال يعني ما كاينش فرق بيناتنا بين سوريين وبين مغاربه والو يعني فين ما نمشي معامله ديالو احسن حاجه ما كاين تعاملوا معنا مزيان يعني. مزيان يعني الدولة يعاملنا يعني احسن معاملة بالنسبة لنا احنا كأجانب يعني كيعاملنا احسن معاملة بالنسبة للوراق بالنسبة لأي شيء يعني اي مشكل اي حاجة نعيدوا لكل الشعب وان شاء الله يرجع بلدنا كما كان ونرجع حتى نحن نعيدوا في بلدنا.